مشاهدي قناة الحياة الجزائرية مرحبا بكم في توقعات أحوال الطقس نجوز نشوفوا الحال إن شاء الله نهار الحد كيفاش راح يكون مع صباح الحال يعني إن شاء الله نهار الحد يعني راح يكون شوية مضطرب بالنسبة للشريط الساحلي كما نشوفوا بالنسبة لشرق الجزائري راح تكون عندكم شوية شتاء بزيادة هذه الشتاء راح تمتد إلى المناطق الساحلية الوسطى يعني على عكس المناطق الساحليه الغربيه الحال عندكم راهو شباب وصافي كذلك سجلنا شويه شتا خفيفه بالنسبه للجهه الشرقيه اما بالنسبه للجهه الغربيه فسجلنا كذلك شويه غيوم خفاف هذه الغيوم ما يكون عندهم تاثير كذلك سجلنا شويه غيوم خفاف بالنسبه لشمال الصحراء اما بالنسبه لاقصى الصحراء الحال عندكم راهو صافي وشباب حالة البحر البحر راهو شوية مهولته تقدر سرعة الرياح من عشرة إلى 15 كيلومتر في الساعة، جوزو نشوفو درجات الحرارة اللي سجلناهم العشرين إن شاء الله، يعني درجات الحرارة يعني كدرجة صغيرة كامل كانت بولاية المدية بدرجتين، أما كدرجات الكبار كامل اللي سجلناهم فكانوا بكل من ولاية أدار وتمرست وأقصى الصحراء بواحد وعشرين درجة. سجلنا كذلك 15 درجة بولاية غرداية 9 درجات بالجزائر العاصمة 13 بوهران و 9 درجات كذلك سجلناهم بولاية سكين. كي كدا هادو كانوا درجات الحراره تاع الصباح نجوزو نشوفو حاله الطقس مع العشيه ان شاء الله حاله الطقس مع العشيه ان شاء الله يعني راح يختلف اختلاف كبير على الصباح يعني هذا الاضطراب الجوي وهذا الشتاء اللي كانت تصب في المناطق الشرقيه راهي امتدت الى المناطق الساحليه الوسطى والغرب الجزائري يعني وهذا الشتاء راح تكون شويه غازيه كما نشوفو اما بالنسبه للمناطق الداخليه الحال عندكم راهو صافي وشباب كذلك سجلنا شويه غيوم خفاف بالنسبه للجهه الغربيه هذا الغيوم راهم يمتدوا الى شمال الصحراء وراح يكونوا شويه بزياده حالة البحر البحر راح يكون مهول تقدر سرعة الرياح من 15 إلى 25 كيلومتر في الساعة جوز نشوفوا درجات الحرارة اللي سجلناهم على العشية إن شاء الله درجات الحرارة يعني اللي سجلناهم يعني تاني راح يختلفوا على الصباح كما أنا كدرجة كدرجات صغار كامل سجلناهم بكل من ولاية عنابة وسطيف ب 16 درجة أما كدرجة كبيرة كامل فكانت بأقصى الصحراء ب 37 درجة 18 درجة بولاية الجزائر العاصمة 27 درجة سجلناها ببسكرة 22 درجة بيبسكرة. بولاية وهانوا 23 عفوا كذلك سجلناها بولاية تيليمسان هادو كانوا درجات الحرارة مع العشرين إن شاء الله ندوزو نشوفو حالة التقسيمات الماجين حالة التقسيمات الماجين يعني راح يختلف الحال على اليوم الحد كما نشوفه يعني الحال راح يصفى شوية وراح يولي عاود شباب بالنسبة لكافة ولاية الوطن يعني ما عدا الشرق الحال عندكم راح يبقى شوية مهول وشتاء غزيرة شوية بزيادة كما انا كذلك بالنسبه لشمال الصحراء سجلنا عندكم شويه غيوم خفاف هذه الغيوم ما يكون عندهم فعاليه درجات الحراره اللي سجلناهم يعني كدرجات صغار كانوا بكل من ولايه المديه وسكيكدا بي درجات اما درجات الكبار اللي سجلناهم فكانوا بكل من ولايه ادرار وتمنراست واقصى الصحراء ب 36 درجه حاله البحر البحر راح يكون مهول تقدر سرعه الرياح من 10 الى 30 كيلومتر في الساعه هذا بالنسبة لنهار الاثنين، أما بالنسبة لنهار الأحد نهار الثلاثة عفوا، ما يختلف اختلاف كبير على على نهار الاثنين، فقط بالنسبة للشرق الجزائري الحال عندكم راح يبقى شوية مضطرب وشتاء عندكم مازال هتصب، أما بالنسبة لباقي ولايات الوطن والشريط الساحلي الحال عندكم راهو شباب وصافي، كذلك سجلنا شوية غيوم خفاف بالنسبة للمناطق الشمالية. درجة الحرارة اللي سجلناهم يعني كدرجة صغيرة كامل كانت بولاية ب بست درجات أما الدرجة الكبيرة كامل فسجلناها بولاية بشار بستة وثلاثين درجة هادو كانوا حالة الطقسية مثل ما إن شاء الله مشاهدينا أن نكون بهذا كملت نشاط الأحوال الجوية لنهار اليوم ما بقى لي غير نقولكم الشروق راح نسجلوها على الخمسة وخمسين دقيقة أما الغروب راح يكون على 47 دقيقة لمزيد من المعلومات زوروا مواقع التواصل الاجتماعي لقناة الحياة الجزائرية أمسية ممتعة مع بقية برامجنا التلفزيونية في أمان الله